السلام عليكم. اليوم جيت نتكلم لكم على المشكل تاع الكتروفان ديال الغاز اللي كتكون في هذا النوع ديال الشوفويات، واللي ممكن تسمعها وتعرف بانه واش خدامه ولا ما خداماش غير من واحد الصوت اللي كدير. هذه هي الكتروفان ديال الغاز اللي كنقول لكم تاع اللي كتكون مسؤوله على الغاز، وها هو الكابل ديالها اللي كيكون مبرونشي في البواط الالكترونيك ديال الشوفو. هذه بلاصه الحجرات ديال الشوفو، وهذه هي السويتش اللي كتعطينا التنسيل ديال الشوفو باش كيشعل. الا لاحظتوا معايا فاش كنخدم السويتش كتعطينا الصوت ديال التكتيك ديالها، ومن بعد منها واحد الصوت ديال الالكتروفان اللي كتقدر تك 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 طق. هانتوما سمعوا معايا داك التكتيك مورا ديك الطق، ديك الطق هي الالكتروفان ديال الغاز، يعني كتكون خدامه كتسمع. انا غنحيد دابا الخيوط ديالها وغتشوفوا معايا واش غتقدر تسمع ولا لا. غنعاود نخدم البريكه، ها هي السويتش خدامه، ها التكتيك، ولكن ديك الطق ما كايناش. يعني ملي كتكون الكتروفان ما خداماش اوتوماتيكمون ما كتسمعش داك الصوت. واخا انا نطلق الماء دابا باش نزيد ناكدو كما كتسمعوا معايا. ها الماء مطلوق، جات سخون، ها هي السويتش خدامه كتكتك، ولكن الكتروفان ديال الغاز ما كتطلقش، ما كديرش داك الصوت ديالها كما قلنا. دابا غنركبها ونعاود نطلقوا الماء السخون. انا غنطلق الماء السخون كما كيبقى كتسمعوا، ها هي التكتيكة موراها الكتروفان ديال الغاز كطلق، كدير داك الصوت ديالها وكطلق، يعني راها خدامة. ملي كتكون ما خداماش راه ما كتسمعش داك الصوت ديالها، كتسمع غير التكتيك ديال الطق ما كتسمعش. انا غنحيد داك الكتروفان باش نتأكدو بأن هي اللي كطلق الغاز كما كيبان لكم معايا. هي هي طفات، غنعاود نردها عاوتاني ونعاود نطلق. غنطلق الماء السخون، هانتوما كتسمعو كتكتك البريكة موراها كتسمع ديك الطق. واللي عنده شي تساؤل او استفسار يخليه ليا ان شاء الله في التعاليق باش نجاوبكم عليه، وان شاء الله نتلاقاو في موضوع اخر. وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي اللي هي بلومبي مهدي، وشكرا لكم.